وهي مقابلة صعبة بحكم قيمة المنتخبين وبحكم الحساسية ديال هذه المقابلة، لأنها كتجمع ما بين الجارين كيف ما كنقولوا. الخاسر فيها كيبقى كيف ما كنقولوا الضغط عليه وكتأثر عليه سلبيا، والفائز فيها كيبقى من شي وقت طويل. يعني هي كيف ما كنقولوا نهائي قبل الاوان، و90% المنتخب اللي غادي يتاهل منها هو اللي غادي يفوز بالكان، لان هما الكبار كيف ما كنقولوا احسن ما كاين في الكان، يعني المرشحين اللي يفوزوا باللقب. ان شاء الله كنتمنوا من اللاعبين ديالنا يكونوا منضبطين ذهنيا، لان الانضباط الذهني هو اللي كيحسم في حال هذه المقابلات، لان كتلعب على جزئيات بسيطه وكتلعب على التركيز الذهني اكثر ما هو تقني، لانك خاصك تكون منضبط ذهنيا باش كيف ما كنقولوا تخرج مقابله بطريقه ايجابيه وبالطريقه اللي كيتمناها كل مغربي. نتمنوا من اللاعبين ان شاء الله يبليوا البلاء الحسن، ومطلب لانهم اي واحد كيلبس القميص ديال المنتخب الوطني وكيلعب تحت لواء العالم الوطني خاصك تأدي كل ما عندك وتكون مقاتل داخل الميدان، لان بحال هذه الفرصه ما كتعوضش ما كتجيش كل مره. يعني هذا الجيل مناسبة ليه باش يكون أحسن جيل باش يتذكر بالخير في تاريخ كرة القدم الوطنية وفي الأرشيف ديال الكرة الوطنية، لأنها تقدر تكون بداية جيل بأكمله، وتقدر تكون عاوتاني نهاية والبحث عن لاعبين أخرين، ونبداو عاوتاني في نفس الصدمات السابقة ونكذبوا على ريوسنا بديك كلمة كنبنيو منتخب، لأن المنتخب راه صافي راه خاصو يكون جاهز، لأن حنا بمقدورنا أننا حنا نفوزوا بلقب إفريقي ونفرحوا به، لأن ماشي صعيب، لأن عيب منتخب المغربي باللاعبين اللي دازوا بالأجيال اللي دازت يكون بعيد على التتويج باللقب الإفريقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. توقعات ديالك لماتش المغرب ومصر؟ اختي بالنسبه للمباراه ديال غدا ان شاء الله، المباراه ما عندهاش نتيجه، يعني كيقولوا من تيكون ماتش قاصح بحال هذاك تيبقى التخمينات ديال اللعاب قدام الاقدميه تيبقاو كيوالوا. بالنسبه لي انا كنشوف ماتش غادي يخرج تعادل، وقدروا كاع يمشوا حتى البيلانتيه حتى لضربات الجزاء، وحنا مشينا ضربات الجزاء انا عندي واحد 70 80% مصريين اللي تاهل، حيت المصريين واعرين في البيلانتيه. شفنا حكيم يساهم بزاف ديال البيوش في نظرك، شكون اللي غادي يتفوق على الاخر، واش اشرف حكيمي ولا محمد صلاح؟ شوف هما تيلعبوا مع بعضياتهم وعارفين اللعب ديال تما ديال تشامبيونز ليغ، يعني ابار افريقيا هضره اخرى عاوتاني، واش فهمتي؟ يعني حكيمي ولا صلاح ما غاديش يلعبوا بحال هنا الديربي لعاب مع لعاب، شكون اللي غادي يبين كثر؟ هما تيلعبوا روح المجموعه، وما تيلعبوا صلاح عنده مصر وحكيمي راه بطبيعة الحال عنده بلادنا المغرب، راه أي واحد فيهم غادي يدير داك الشيء اللي قدر عليه والكمال على الله سبحانه وتعالى. الرسالة ديال اللعابة، وما حنا راه موالفين، حنا راه تقريبا من 2004 وحنا مولفين، تنوصلوا حتى للفينال وتنرجعوا. فرحوا والدينا على الاقل، فرحوا والدينا وخوتنا وحبابنا اللي في بلدان اخرى، حتى هما اللي حسوا اللي ربح المنتخب شي كما تنقولوا تكون عندهم قيمه شويه، فهمتي؟ ماشي بحال. السلام عليكم. وعليكم السلام. توقعات ديالك للماتش المغربي؟ ان شاء الله كنتوقع المغاربه غادي يربحوا، غادي يعرقوا التوني ان شاء الله في هذا الماتش، والتوقع ديالي غيكون 2-0 ان شاء الله، غنربحوا هذا الماتش ان شاء الله. كونتخ مصر كيبقاو خوتنا، ولكن دو بريفيرونس المغرب. بالنسبه لك شكون المنتخب اللي بان لك مزيان، واش اللي كان مع رونار ولا اللي كاين دابا مع خليل وزيتش؟ كيبان لي الدراري طالعين دابا مزيان، عندهم فيزيون، باغيين يربحوا، باغيين يتقاتلوا، حيت مقارنه بالخساره اللي كنا خسرنا ديرنيغمون مع مالاوي اكزاكتومون، ما يعني الدراري داروا النفس وباغيين يتقاتلوا اكثر ان شاء الله. حكيم يساهم بزاف ديال بيوجا. في النظر ديالك واش شكون اللي غادي تفوق، واش اشرف حكيمي ولا محمد صلاح؟ بالنسبه لمحمد صلاح هو معروف لاعب كبير، ولكن بيان سور غنجي من حكيمي حيت متريني في دي كروند زيكول، وكيبان لي بلي حكيمي احسن. حكيمي رسالة للعابة كنقول لهم كوراج الدراري، جيبوا الفيكتوار وان شاء الله نربحوا باش نتأهلوا للكان. هو الماتش ديال المغرب ومصر غادي يكون ماتش صعيب، لقاء ديال القمة بين جوج ديال الدول اللي هما رائدين عربيا ورائدين افريقيا.
المنتخب المصري فهمتيني على الورق منتخب الذي يخيف، مي نصيحه للوليدات ديالنا المغاربه فهمتيني المصريين متي فهمتيني هذاك التوني هذوك سبعه ديال الالقاب ما تيخلعوش. الماتش تيتلعب في البلافون ديالو في الماكسيموم ديالو تيتلعب في 120 دقيقه. المنتخب المغربي عنده اخفاقات اللي هي قاريه ولكن عنده انجازات اللي هي كرويه. المنتخب المغربي فهمتيني واحد المنتخب اللي هو عنيد، تيمثل واحد 40 مليون ديال الشعب، تيمثل واحد 40 مليون اللي باغي تفرح. المسؤوليه على اللاعبين ديال المنتخب المغربي اللي من هذا المنبر هذا فهمتيني تنوجهوا لهم كامل الاحترام والشكر والتقدير على الروح القتاليه اللي بانوا بها. بينوا فهمتيني المستوى الحقيقي ديال المواطن المغربي انه فهمتيني سي ستان سيتويان كي امباطابل. على هذا المنهج هذا وعلى هذا الطريق هذا ان شاء الله الوليدات ما غاديش يهودوا يديهم، وان شاء الله فهمتيني ملي تتوصل للربع ديال النهايه تيولي السقف ديال الطموح ديالك اعلى. كاحد ديال المغاربه فهمتيني نقول لهم جيبوها يا الاولاد وحنا غاديين عليكم ومعاكم ومقدرين لكم الموقف ديالكم وتنعرفوا بان الرياضه تعتمد على الحظ، غتندعيو معاكم جيبوها يا الاولاد ومربوحه ان شاء الله. مصر ما تخلعش. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني المغربي ان شاء الله، وان شاء الله نفوز بهذا اللقب ان شاء الله الشهر الجاي ما فزنا به، ونتمنى للاعبين باش يكونوا رجال باش الجمهور كلشي كيتسنى لهم ان شاء الله باش يفرحونا يفرح الشعب المغربي ان شاء الله ونفوز ان شاء الله بهذا اللقب ان شاء الله. شحال يقدروا يربحوا؟ 3-0 ان شاء الله. 3 في نظرك شكون يقدر يربح؟ حكيمي هو احسن لاعب واحد دابا حكيمي. ذكرك الحكيمي، شفنا الحكيمي ساهم بزاف ديال البيوت، شكون اللي قدر يتفوق؟ واش حكيمي ولا محمد صلاح؟ لا حكيمي، انا مغربي، انا كنشجع حكيمي. بالنسبه لخليل وزيتش هو اول ربع نهائي كيخوضو، واش يقدر يدوز الناس في النهائي؟ خرج بيتا مدرب كبير، كان نايت في المغرب مع فريق الرجاء البيضاوي وكان مع الجزائر مع بزاف الفرق، ماشي راه مدرب كبير، مدرب عنده تجربه كبيره. نتمنى له التوفيق، نتمنى له النجاح وان شاء الله يمشيو بعيد ان شاء الله. الفريق الوطني اللي كان احسن واش اللي كان مع رونالدو ولا اللي دابا مع خليل وزيتش؟ المنتخب الوطني بغى بحال هذا المدرب هذا مزيان، لان هذا التشكيله باش مشى مزيان الحمد لله. اللاعبين فرحونا والماتشات كاملين فوزوا مزيانين الحمد لله. نتمنى التوفيق نتمنى نجاح المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. بالنسبه لي كنظن ان شاء الله المغربي يربح ويدير شي فرصه باش اللي يتاهل النهائي، ولكن في قضيه ديال رونالدو كان احسن من خليل وزيتش. علاه؟ حيت كان اهانا لكاس العالم، عكس هذا باقي ما متوقعين منه حتى حاجه، مره يلعبوا مزيان مره ما يلعبوش مزيان. وحكيمي وزياش زياش ومصراوي وحارث كان خصو يعيط عليهم اصلا خاصمين، ويوسف العربي والفيتور ديال اليونان. عندهم منتخب زوين وهادي، ولكن ما كيتيقاوش في نفسهم، ما عرفتش علاش. والدفاع حتى هو بحال سفيان شاكله دار واحد الخطا لا يغتفر، ما خصوش يلعب مع المغرب. انا كمدرب نجري عليه، انا ما يلعبش اصلا كور، ما مره يلعبوا مزيان مره ما يلعبوش مزيان. الديفونس عندهم مزيان، ولكن الهجوم ما كتشوف الكعبي كيزقل شي كرات ساهلين ويوسف النصيري اللي كيلعب مزيان مع سيفيا وكيزقل اليوش مع المغرب، وهذا كاتاستروف هادي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.